يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد العلماء: تفسير العلماء لمعاني الصفات هو تقريب لمعرفة أصل المعنى، وإلا فالمعنى على كماله لا يعلمه أحد، وكذلك الكيفية لا يعلمها أحد، فهل هذا الكلام مستقيم؟ الكيفية لا يعلمها أحد، أما قوله أن المعاني يعرف بعضها ولا تعرف كلها هذه عجرفة منه، هذه عجرفة منه وتجاهل منه. وأنا قلت لكم لا تحدثوا شيئا لم يقله السلف. السلف ما قالوا أن معرفة معناها أنه ما يحاط به ولا تعرف، يعرف تماما، ما قال هذا أحد في علمي أبدا. يقولون المعنى معلوم، يقولون المعنى معلوم، ما قالوا بعض المعنى معلوم. هذا من التدخل السيء كما ذكرت لكم، من بعض المتنطعين والمتحذلقين يحدث أشياء ما قالها السلف. نعم.